موسيقى غذاء الروح، وهي لغة كونية بيفهمها جميع البشر على تعدد أجناس واختلاف أوطان. اليوم العالمي للموسيقى أصبح تظاهرة عالمية تشهد أنشطة متنوعة وبيتميز بأجواء الاحتفالية. وبهالمناسبة انطلقت فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الثاني بحفل موسيقي أحيته فرقة مدرسي المعهد العربي للموسيقى، قدمت خلاله مقطوعات موسيقية وبعض من الأغاني الطربية. عودة الفعاليات إلى مراكزنا الثقافية من نشاط هذا اليوم ملتقى طرطوس الموسيقي بدورته الثانية لهذا العام الذي يقام برعاية كريم من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة وفق اشتراطات التي حددتها وزارة الثقافة، عدد حضور لا يتجاوز 30% من سعة صالات المراكز مع إجراءات التعقيم التي نتخذها حفاظا على صحة جميع الحضور. هذا المهرجان نقيمه هذا العام في طرطوس والمناطق في حيث توجد تتوزع الفعاليات في صافيتا، الدريكيش، بانياس. حبينا اليوم بس هيك انه نوصل فكره للعالم انه نحن فعالياتنا بوزاره الثقافه والمعاهد التابعه لوزاره الثقافه ما زالت مستمره بشغلها، وحابين نحن نضل عم نشتغل موسيقى حتى لو كان فتره حظر وما بعده يعني، وان شاء الله تنال اعجاب الناس هون اليوم حتى لو كانت نسبه الحضور يعني خفيفة. هي أهميتها أنه إن شاء الله يا رب أنه البلد بألف خير والناس رجعت تمارس عملها بألف خير، لكن بكل حذر بكل احترام لقوانين البلد. وأنا جدا سعيد بهاللقاء لأني بدي أقدم شيء مرتب وأنا مشتاق جدا للجمهور بين أهلنا بطرطوس، وإن شاء الله يا رب ترجع سوريا معافى من كل شيء، متعافية من كل شيء بإذن الله. الملتقى مستمر حتى 7 تموز المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للموسيقى، وعم تتنوع فعالياته على المراكز الثقافية بطرطوس وبانياس وصافيتا ودريكيش مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المتخذة للتصدي لفيروس كورونا من خلال التعقيم والتباعد المكاني وتخفيض الحضور بنسبة 30%.